السلام عليكم. كنت نتفرج في الرئيس الحكومة اللا شرعية، لأن الشرعية وفات نهار 23 أكتوبر، هذه كي الدمالة اللي الناس كلها هربة منها. أنا مانيش عضو في مجلس التأسيسي، مانيش ما عنديش حزب نتاع معاضة ده. أنا نقول الحقيقة للشعب، كنت نتفرج في رئيس الحكومة اللا شرعي والحكومة اللا شرعية اللي تحكم في تونس، ولازم يمشي على روحه. الراجل يضحك، حاطط وزير يلقن فيه. ما فهمت شيء. بدا يتراجع في كلامه، معناتها انا نمشي والوالي ما يمشيش، بدا يرجع في الكلام ودعا الى حوار. شنو الحوار؟ ما فهمتوش. مع كاحزاب المعاده اليوم اللي هبطوا عملوا سيجارو قدام وزاره الداخليه، تصوروا به زعما معارضين ويقبضوا في 4 ملايين واش على راس الشعب. كانكم رجال استقيلوا وقتها، تو نفهمكم معارضين. اما انتم حزب معاضه ده، وك قال اذا كان الحكومه اذا ما تستقيل ترجع للمجلس التاسيسي. الله الله، توا توما المجلس التاسيسي ساعدهم الناس تقبض في الفلوس ويخبوا في الدستور، ماذا بهم يزيدوا 4 سنين. معناتها مهزله. خرج استهزأ بالشعب، استهزأ مش باهالي سريانه، باهالي تونس الكل اللي قاموا بانتفاضه ضد بن علي، سيدي بوزيد والقصرين وقفصه والمناطق النائيه نتاع تونس الكل استهزأ بها. فهمت؟ أشار فكرني في كما كان داخل السبسي، أطراف ديما في أطراف ولجنة مستقلة باش تعاين اش فما واش ما ثماش. تستخيلنا أغبياء لحد هذا، لجنة مستقلة نتاع 9 أبريل توا ما تحركت لا قائمة. يا شبيه ما عندكش محكمة؟ قولي ياك المحكمة اللي ضحكة بيدها. محكمة في الفهري خرجت قرار باش يخرج من بعد أمور غامضة لتوا ما خرجش. ليميسيون تاع شيبوب خرجت قرار ما تخرجش ليميسيون، ومن غدوة خرج قرار تخرج. كأنه معناتها عندنا حكام قراو القانون في ستوكهولم والآخرين قراوه في الخرطوم في السودان. نص القانون هو بيدو راهو، أما كل واحد كيفاش قاريه. يزينا من الفذلكة نتاعكم والبلاد هاكم من هزيتوها. ونحب نقول أهالي مسلينا، لأهالي المواطنين التوانسة كلهم، خاصة للشمال الغربي. حكيت عليه من اللي أنا في كندا، قلت وحكيت على الفراكتور شنية اللي صايرة في البلاد. الناس هذوما والمعارضين اللي جايينكم ها كلهم يستعملوا فيكم على مناصب وعلى حوارات باش ياخذوا بايهم من الكاتو. حلكم الوحيد نقوله لكم ونعاود نقوله لكم، الرجوع الى مبادئ الانتفاضه اللي قمتوا بها ضد بن علي. وما عادش تخلوا انفسكم رهينه سياسيين، تاخذوا مصيركم بيدكم. اليوم لما خرج الامن من سريانا وراو وجه ينورهم، ردوهم باش تفهموا معناتها الحكومه كيفاش تتصرف. الخطاب الصحيح نتاع جبالي لما تقرا لي باج نتاع النهضه في الفيسبوك، هذاك هو الخطاب الصحيح اللي ما يقولوش. ردوهم ناس كركره، قال لك اضربوهم بالكرتوش، اضربوهم بالنابالم، ناس ما تحبش تخدم. هاكا خرجوا تكلموا، طالبوا ما عادش يحبوا يقعدوا مدين يديهم للطلبة، ما عادش يحبوا يخدموا في الحدائق، يحبوا ينميوا بلادهم. امرأة نحب نشكرها قالت بن علي هز الآثار، ونظام بن علي هز الآثار، والحكومة هذه اللي تدعي بالثورة هزت شباب. سليانة تحب تقتل، هذا هو صحيح. المجلس التأسيسي والسياسيين اللي ماشيين جايين عليكم قاعدين يكذبوا، هما بيدهم أطراف معاضة للجبال. هذا حطوه في مخاخكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.